تواصل وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حملتها التوعوية بشأن اشتراطات التعمير، حيث وفرت الإسكان وشؤون البلديات القوانين التنظيمية المتعلقة بالتوسع في البناء دون الإضرار بسلامة الوحدة أو المنظر العام لها. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس عبد العزيز الوادي، رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المنطقة الشمالية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة، ونود أن تحدثنا عن كيفية آلية تعامل شؤون البلديات مع البلاغات المرصودة لمخالفات البناء. أهلا والسلام عليكم، مساء الخير. بداية نشكر تلفزيون البحرين على إتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على جانب مهم فيما يتعلق بالإجراءات التي تقوم بها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المتعلقة بالبلاغات وحالات الرصد لمخالفات البناء بشكل عام ومخالفات البناء في المناطق الإسكانية بشكل خاص. في هذا الصدد نوجز لكم ولحضرات المشاهدين الكرام بعض الإجراءات التي تقوم بها الوزارة وهي على النحو التالي. طبعا الإجراءات طبعا تقوم بالتنسيق مع وزارة الإسكان. تقوم البلديات في أولا بالرصد المباشر أو بناء على خطابات أو بلاغات واردة للبلديات، حيث يتم توضيح طبيعة المخالفة وما يتوجب على مرتكب المخالفة اتباعه لتصحيح وضع هذه المخالفة. وفي هذا الشأن تجدر الإشارة أن البلديات الحقيقة وفرت جميع الآليات وطرق الوصول والتسهيل على المواطنين لتجنب المخالفة، وذلك بتوفير مراكز الخدمة القريبة وتوفير المبادرات المختلفة لتسهيل عملية التراخيص وتجنب المخالفة. ومثال على ذلك ما قامت به بلدية المنطقة الشمالية بمبادرة وهي مبادرة حياك نرخص لك، وكذلك ما قامت به بلدية المنطقة الجنوبية بمبادرة رخص بنائك. ثانيا فيما يتعلق بإجراءات الرصد التي تقوم بها البلديات، طبعا البلديات تقوم بإبداء المشورة للمواطنين وذلك بضرورة التوقف عن العمل المخالف وتجنب التطور في إجراء المخالفة وتجنب المساءلات القانونية المتعلقة بمخالفة قانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1977 وتعديلاته والقرارات المنفذة له، وكذلك لتجنب تعذر إزالة المخالفة فيما بعد. أما في المرحلة الثالثة فإن البلديات حقيقة تقوم قبل إحالة المخالفة إلى النيابة بإسداء النصح للمخالفين وحثهم على ضرورة عدم التوسع في المخالفة. وأما المرحلة النهائية في حالة استمرار المخالف بالمخالفة وعدم التعاون مع التجاوب مع البلديات، تقوم البلديات بعمل محضر مخالفة قانوني موفق بتقرير ويعتمد مأمور الضبط القضائي بالبلدية المعنية، ويتم إحالة هذه المخالفة إلى النيابة العامة وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة. وفي هذا الشأن حقيقة نريد أن ندعو المواطنين والمستفيدين الكرام من الوحدات الإسكانية بصفة خاصة بضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين ومراجعة البلدية المعنية قبل الشروع في أي بناء، كما أن نؤكد مرة أخرى أن البلديات وفرت السبل الكافية لتوفير الحلول المختلفة التي ينشدها المواطن والمستفيد بالتوسع القانوني. نعم، المهندس عبد العزيز الوادي رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المنطقة الشمالية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.